السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم عصير الفراولة بالموز. انا كان عندي كيس فراولة حط عليها السكر بتاعها وعيناها في الفريزر من موسم الفراولة. طلعت الكيس، ضربت نصه وضربت ضربت على نص موزة والنص التاني من غير موز، وعندي قطعت موزتين. في الكوباية هحط النص اللي مضروب عليه موز، هقطع عليه، هحط عليه بالقطع الموز في قلب العصير ده. بيتاكل بالشوكة، مفيش مشكلة، بالمعلقة، أي حاجة، ما بيتشربش كده عشان في قطع الفاكهة. طعم الفراولة بالموز بتبقى خطيرة. حط بقى النص التاني. تمام، حط بقى قطع الموز برضو على الوش. جربوه، طعمه خطير. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.